هذه القصيدة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، من كلمات الشاعر مبارك ثعيل بن المزروعي أداء علي الكيبالي. الصقور اللي على طلعتها يا ضفت الجنحان وتبين نوايا للبطولة، واسم فزع البطولة زادها بالطيب طيب وبالمزايا. الكرم والفوز والمجد الحقيقي والنواميس العظيمة والعطايا، وكلنا قل طير لا ينوي مقيضة، الوحش والجير والسود الدهايا. لين ياخذ له مع اهل التيم جوله، والهدد في الجو كشف الخفايا، دام باسم الشيخ فزع البطوله تقبل العالم مثل جرد السبايا. سيدي حمدان وانت الرقم الاول، كلمة تنشر على روس البرايا، تستمد المجد من عتي عزومك، من فخر الاجيال لك طيب السجايا. كل مجد يعجز العالم وصوله، عندك أقرب من خفوقك للحنايا، تدعم الماروث وتعيده لعصره، وقفتك تروي معاليق الضمايا. وفي الشعر والطير والخيل الأصايل، والشجاعة في مواقف الحماية، والتواضع والشهامة والمروة، والكرم وعظم نواميس المطايا. مملكة هجن العواصف تحت اسمها، كم تيم وكم رمز من الضحايا، من مثل فزاع في حضرة سموه، غير ابوه الكف وزيز ومسرايا. يغتدي باسمه وباسم الشيخ زايد، منهم بدمه معالق وخلايا، ومن مثل فزاع داعم كل محفل، سيرته نار على روس العلايا. ومن مثل فزاع في مدة يمينه، نفتخر به فخر حاتم للطنايا. سيدي حمدان وانت الرقم الأصعب، رقم واحد بالفعول وبالمزايا.
الصقور اللي على الطلعة تهايا ضفت الجنحان وتبين نوايا للبطولة واسم فزع البطولة زادها بالطيب طيب وبالمزايا.